في هذه المباراة. تشكيلة الميلان أمامنا، كريستيان أبياتي لحارس المرمى، إغناسيو أباتي على اليمين، جانلوكا زامبروتا على اليسار، ثنائي محور الدفاع أليساندرو نيستا وتياغو سيلفا، ثلاثي وسط الميدان كيفين برينس باوتن، غالغاني، جينارو كاتوزو وأندريا بيرلو، ثلاثي هجومي ألكسندر باتو، زلاتان إبراهيموفيتش ورونالدينو، بطبعا تدريب لكل من أليجري وماورو تاسوتي. بالنسبة لفريق الريال في هذه المباراة، طاقم التحكيم الإنجليزي قدو هاوارد ويب، الحكم الوحيد في تاريخ التحكيم العالمي اللي أدار في نفس السنة 2010 نهائي الويفا شامبيونز ليج وكذلك نهائي كأس العالم لكرة القدم. إيكر كاسياس هو قائد فريق الريال، تشكيلة الريال باختيارات مورينيو، إيكر كاسياس على اليمين، سيرجيو راموس على اليسار، مارشيلو، وفي وسط الدفاع بيبي وريكاردو كارفالو، ثنائي ارتكاز تشابي ألونزو وسامي خضيرة، ثلاثي وسط ميدان هجومي كريستيانو رونالدو، مسعود أوزيل والأرجنتيني أنخيل تيماريا، والمهاجم كالعادة الكلاسيكي لفريق الريال في السنوات الأخيرة غونزالو إيغوين. هذه اختيارات طبعا جوزي مورينيو اللي يعود لمواجهة الميلان، أربع مرات واجه فيها الميلان جوزي مورينيو، ثلاثة انتصارات وخسارة واحدة كانت ضد كارلو أنشيلوتي. أمامنا أفضل مدربي العالم بكل تأكيد في صراع كبير من أجل الفوز بالأوسكار الذهبي لأفضل مدرب عالمي مع بيبي غوارديولا. إذا نعاين معا مشاهدينا الكرام ضربة البداية للميلان على اليسار، مداخيل قياسية للميلان هذا الموسم، 1,909,661 يورو لحضور جماهيري يقدر ب 76,357 متفرج. ليلة الأبطال الآن أجمل اللحظات، ميلان على اليسار والريال على اليمين. ضربة البداية كيف ستكون؟ رونالدينو وضعية هجومية للميلان وإمكانية العرضية والهف، ويحاول المرور عبر أنخيل تيماريا كونزر إيغوين لساوداد، والحارس كريستيان أبياتي، أول إنذار من التانجو الأرجنتيني غونزالو إيغوين، والتصدي للحارس كريستيان أبياتي. خمس مرات بالخسارة وتعادل واحد، ومارتشيلو يعطي كرة أوزيل والبقية من أجل أول انتصار، تسديدة يسارية من كريستيانو رونالدو خارج الميدان. كريستيانو رونالدو أرقام خرافية، ميلان يعرف مورينيو ورونالدينيو بالاستقبال، كرة ممتازة، وهذه نسخة كربونية، رونالدو ويمر، لكن مسعود أوزيل والمخالفة. اللعب الجميل أكيد وراه دائما مسعود أوزيل القادم من فيرد برامن باختيارات المدير اللي سعد كمحور دفاع. ألونسو في القائم الثاني، أو بيبي باللمسة الرأسية، لكن الكرة خارج الميدان. طبعا عدم الحراسة المفروضة على قلب دفاع المجموعة، وإذا ألكسندر باتو يحاول المرور، باتو أو كيفين برينس بوتنج الغاني، البلاك ستار يضرب الآن، ولكن إيه؟ رونالدينيو يحاول المرور، يغير المكان بكرة في القائم الثاني، لكسون يلعب عملية ثنائية لكن يقظة دفاعية ميلانية وتسديد. تشافي ألونسو المعروف بقوة التسديد سجل هدف من بعد 55 متر. سامي خضيرة بلمسة رأسية، كرة سريعة تيماريا، ويحاول المرور، يراوغ وينتظر السوتاد. غريبة وعجيبة، كرة غريبة وعجيبة من أنخيل تيماريا، التانجو الأرجنتيني بفرصة ذهبية، مساحات موجودة في الشوارع المدريدية، رونالدو والراية الصفراء باحتجاج أكثر من 70,000 متفرج. ننتظر الإعادة، بارك على باير ليفركوزن، وكرة والمرسل دائما في الفتحة، وغونزالو إيغوير متابع من نيستا، يتقدم كريستيانو ليسدد، والديفزيل أو في الكرة الأخيرة في التمهيد، وخطير على الريال، والتوزيع والراس، ومرة أخرى بيرلو على مرتين، أندريا بيرلو على مرتين، هو الأمهر هو الأشطر بكل تأكيد، لكن دفاع الريال في شوارع، دفاع الميلان غير مطمئن. شوف الكرة، غونزالو إيغوين هدأ الأمور نوعا ما، أباتي والمخالفة، هنالك اعتراض للحارس كريستيان أبياتي، ماسيميليانو أليغري لا نريد أن نكون مكان هذا المدرب. خطير على اليسار زامبروتا، كرة سريعة، وزلاتان
والحارس كاسياس. زلاتان لم يكن فنان في هذه اللحظة مع أباتي. إيغناسيو أباتي بامتياز في هذه اللقطة. والجماهير تحتج على هذا اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو. سنرجع نتابع ماذا جرى بين إيغناسيو أباتي وكريستيانو رونالدو. احتجاجات رهيبة في مدرج وألكسندر باتو يغير الكلمة. التمريض رونالدينو يتلاعب بإيكو يغير رونالدينو. باتو لم يكن جاهز كما يجب. ثنائية برازيلية من أعلى طراز ميشيل بلاتيني استمتع كما نستمتع نحن. إيغوين ويساتد كان بالإمكان أفضل بكثير مما كان. في كل مرة الهفوات تأتي فردية من جانب الميلان. شفنا دائما الكرات الخاطئة من جانب لاعبي الميلان. سامي خضيرة يريد التسديد ويساتد بجانب الحارس كريستيان أبياتي. تسديدة الدوري الألماني ذو الأصول التونسية. اللاعب السابق للفي اف بي شتوتغارت من رونالدينيو. رونالدو المخالفة ظاهرة واضحة لصالح جينارو كاتوزو. لم نفهم لماذا يناقش كريستيانو رونالدو. عالي ذو حدين من جانب الريال. ما زلت أقول مشاهدينا الكرام دفاع الخط سلاح ذو حدين واكتوى به في هذه اللحظات الريال. ولكن زلاتان الحضور الذهني لم يكن مثالي بالمرة. يرفع الكرة الونسو يغير ربما لا ويحاول التسديد والحارس كريستيان أبياتي بالشك نوعا ما. وهذه كرة خطيرة والممكنة أو جول. جول للريال مدريد. التوقيع لجونسالو إيغوين بكرة ومنظومة جماعية بأفكار برتغالية لجوزي مورينيو. الكتيبة المدريدية مشاهدينا الكرام تفتتح التسجيل هنا في ملعب سانتياغو برنابيو. شوف شوف يا سلام كرة ولا في الأحلام. جونسالو إيغوين في أصعب امتحان يضع الكرة بهدف أسبقية إسبانية في هذه الأمسية الكروية. أنخيل دي ماريا يتألق أمام كريستيانو رونالدو. جوزي مورينيو اللي في القلب في القلب. دي ماريا الرائع والكرة المسعود أوزيل. والركنية هي الخامسة للريال. صنع اللعب من جانب الثنائي دي رونالدينيو يمر يراوغ بطريقته الخاصة وأباتي يوزع والتدخل والرونالدينو يتفرج. رونالدينو كرة مرة بيرلو يوزع على مستوى القائم الثاني والتدخل. دي ماريا يحاول المرور يراوغ ويوزع لمجمع وألونسو. ألونسو على دور رونالدو يحاول المرور ولا يسدد. وإنزاكي إذا مشاهدينا يأخذ مكان رونالدينيو برازيلي ويوزع البرازيلي ولكن الدفاع والمد الابيض متواصل. وكره لايغوين لزلاتان مع بيبي وزلاتان يمر زلاتان يدخل منطقه الجزاء يوزع. جول جول فالا إنزاغي. إنزاغي المتحدي يعدل النتيجة في بركان في غليان في مدرجات ملعب سان سيرو. اشتعلت النيران. من سيطفئها حاليا؟ هدف لهدف بهفوة في الاقتدار من جانب إيكير كاسياس. بدأها بيبي وكملها كاسياس وأنهاها إنزاغي على طريقته الخاصة. هدي 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 يا إنزاغي.
تكتيكية متعدي اليسارية أمبروزيني، تغيير غريب نوعا ما بصراحة. دخول كريم بنزيما يعطي الكرة لأنخيل دي ماريا اللي وزع تدخل من الدفاع الكرة، لا يخير الاعتماد من جديد على كاتوزو، لا إنزاغي في موقف إنزاغي يا إنزاغي يا متحدي، اليوم يقلب الميلان الطاولة على الريال مدريد. جوزيه مورينيو لم يفهم ماذا يجري، هذا هو إنزاغي، 70 هدف في الأجواء الأوروبية، إنزاغي الكرة الإيطالية، هذه اللقطة، إنزاغي في موقف متسلل، مصر ممتازة مع كريم بنزيما، ليروق ويسدد والحارس كريستيان أبياتي. عند التسديد انزلق كريم بنزيما. المباراة دفاعيا بإمكانيات بدنية هو الرئة الثالثة للميلان في هذه المباراة جينارو كاتوزو. 11 سنة من الولاء والانتماء، 9 كيلومترات. كرة سريعة ودي ماريا يحاول التسديد والحارس كريستيان أبياتي. والعرضية والتسديد، رائعة من مسعود أوزيل وأروع من كريستيان أبياتي. مباراة النار، مباراة النار، والتدخل من الدفاع وأمبروزيل. كريم بنزيما يعطي كرة رائعة والتسديد، وجول، جول للريال. الريال يعود من جديد في النتيجة بثوب الأبطال، يرفض الهزيمة والخسارة. مورينيو يجري داخل الميدان، مورينيو يريد كسب الرهان ويطلب التغيير. مورينيو ماذا يجري للريال؟ كاتوزو غير مصدق، غير مصدق. مباريات القمم الأوروبية إلى آخر لحظات، وفي هذه اللحظات يعلن هوارد ويب ويؤشر على تعادل إيجابي بين ريال مدريد والميلان لحسابات المجموعة السابعة. طبعا الميلان يبقى في دائرة الترشح، لكن الريال رسميا مترشح أول للأدوار القادمة.